سحب يعني الطرف الذي سيواجه فريق شباب الوزاد وهو اتحاد الجزائر، شاهدناك شوية تقلقت نوعا ما، متخوف من هذه المواجهة؟ لا إبراهيم، شوف اليوم شغل الصدف شاءت أن يكون الأربع في فريق الأولى في الترتيب هي نفس الأربع فرق اللي راهي متأهلة للدور النصف النهائي، دونك أظن بأن المستوى راح يكون متقارب، وراح تكون مقابلات في القمة كسا مقابلة المولودية مع السياسي ولا مقابلة شباب الوزير مع اتحاد العاصمة. على كل حال هذو ما سوسون دو فينال افون لور، وإن شاء الله سكي سيور سيكون ان شاء الله اون غراند فينال. كنت تتمنى اتحاد الجزائر أو كنت تتمنى نادي آخر تواجهه بصفتك مناصر ومحب لشباب الوزداد بكل صراحة؟ لا أنا تمنيت، أنا كل حال كنت أتمنى بلي الفريق شباب الوزداد يلعب هنا في العاصمة، وإن شاء الله التمني الآخر هو التأهل إن شاء الله إلى النهائي، ولما لا الفوز بالبيت. تعرف واش نتمنى أنا خالد ديكيماش؟ نتمنى أنه المستوى الكبير لهذه الأندية الأربعة يتجسد فوق أرضية الميدان، إن شاء الله نشوفوا مباريات كبيرة ومستوى فني عالي إن شاء الله. هذا إن شاء الله باش نعطوا صورة جيدة للكرة الجزائرية إن شاء الله. بارك الله فيك، وخاصة في ملاعب عالمية. ملعب نيلسون مونديلا من جهة سيحتضن مباراة اتحاد الجزائر وشباب الوزداد، وملعب ميلود هدفي من جهة أخرى سيحتضن مباراة النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر. نرحب بمناصر آخر لفريق شباب الوزداد سعيد كناوي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أخي خالد، سعيد بوجودي معك. نرحب أخونا هشام الصريح وأخ خالد كيماش غني عن التعريف، الإنسان الخلوق طيب، وأنا يعني سنسيرمون سعيد بوجودي مع المجموعة هذه. سعداء جدا باستقبالك يا سعيد يا كناوي، لأنك صريح جدا مثل هشام بوعود. واحد كي يكون صريح بطبيعة الحال يتحدث بعفوية بمصداقية وبدون لغة الخشب. شباب بلوزداد اتحاد الجزائر في نصف النهائي. شباب بلوزداد شوف في عقلية اللاعبين سيدي ماج دو كوب، تعرف بلي الجانب الذهني يلعب الدور نتاعو في هذا المباريات هذه. شباب بلوزداد خسروا اون فينال العام اللي فات، شامبيونا تقريبا يعني نقولوا خلاص ما كانش بقى لوبجيكتيف. ربحي أدلى بتصريحات اليوم قال فيها بأنه حضور شباب الوزداد في الفوز بلقب البطولة لا تزال قائمة، ما رأيك؟ لا شوف إبراهيم سامحني شيخ بركم هذا رأيه، على كل حال وهذه كرة قدم يعني ماتيماتيكمون ما زال اللعب، ولكن في الطريقة اللي هم يلعبوا بها والمولود الجزائر كيف يعني رجعت بقوة ما نظنش أنه راح يكون فيه مفاجأة، لكن من حق رئيس النادي يطمح. لا ومن حق إلا ما طمحش، إلا ما كانش عنده طموح وجوده يعني اصبح يعني لا وجود. ان بريزيدون دو كلوب هو اول واحد اللي يكون عنده الطموح وعنده الرغبه وعنده الـ يعني هذيك كيما نقول احنا الحلم هذاك انه يفوز حتى الاخر دقيقه يلعبوا ماكسيموم على الاقل من بعد ما يندموش ما يقولوش باللي احنا ما احنا اليوم خالد كيماش هل ترى بانه هذه المواجهة أمام اتحاد الجزائر والمواجهة النهائية إذا تأهل فريق شباب الوزداد أصبحت ضرورة حتمية، لأنه الفريق ضيع كل الأهداف هذا الموسم وهدف الكأس أصبح أساسيا. أظن باللي اليوم فريق شباب الوزداد عنده 2 أهداف، الهدف الأول هو الفوز بالكأس الجزائري، والهدف الثاني هو احتلال المرتبة الثانية، بس كل يوم لفت تحت المرتبة الثانية حنخلي الفريق يشارك اللي شارك فيها الفريق 4 مرات متتالية. أظن هذا هو الأوبجيكتيف نمبر 1 يعني بارابور لو تيت كيما كان يقول الشيخ، انا بور موا سي بيردو لو مولوديا سون ديجا شامبيون، وانا لوبجيكتيف نيمو ان تاع سي ار بي سي دو كلاسي سو كلاسي دوزيام، اي بي ان شاء الله الى يحبوا يسوفيو لا سيزون تاعهم الفريق باش يسوفي لا سيزون تاعو لازم يفوز ان شاء الله بكاس الجزائر. والفوز بكاس الجزائر اصبح هدفا رئيسيا واساسيا بالنسبه لفريق شباب بلوزداد. المباراه الاخرى المباراه القويه بملعب ميلود هدفي العالمي ستجمع بين نادي الرياضي القسنطيني ومولوديه الجزائر. رأي ترتيب البطولة عن جدارة واستحقاق، سيواجه شباب قسنطينة هذا الفريق بقيادة عبد القادر عمراني، يقدم مباريات كبيرة يمتع أيضا بلاعبين مميزين فوق أرضية الميدان، والمواجهة ستكون ساخنة فنيا فوق المستطيل الأخضر. هشام بوعود، نستطيع القول بأنك ربما اليوم في هذا البلاطو في المواجهة المصغرة عندنا زوج شباب الوزداد، أنا محايد بطبيعة الحال كوني منشط لهذا البرنامج، هشام بوعود شباب قسنطينة، حتى انا اكون محايد هشام بوعود يفاق سطيف، مادام كان يفاق سطيف بصحتكم هذا واش نقدر نقول لك، لو كان رانا احنا في دومي فينال نقول لك بلي يفاق سطيف يقدر يدير حاجه. الله غالب ما كانش يفاق سطيف، نكون مشاهد ونكون يعني متتبع كاي متتبع تاع كره القدم، راح نشوفوا ان شاء الله ان شاء الله مباريات كبيره.
هي مباريات واقعيه. يعني القرعه كانت يعني هذا واش كاين لازم يكون. ربع الفرق اللي راهم كلاسين بريمي راهم هما اللي راهم في الدومي فينال ويستاهلوا باش يكونوا في الدومي فينال. هذا مجهود تاع موسم ان شاء الله يعني يكون يعني نشوفوا شيء هذا نشوفوا في الميادين ان شاء الله نشوفوا مباريات قويه وين يزيدوا يطلعوا بالنيفو تاع الفوتبول الجزائريان ان شاء الله لو ميور كان واللي يكون بين يعني اللي يكون يعني مليح محضر مليح خاصه نفسيا كما قال لك الشيخ هو اللي راح يقدر يتعدى للنهائي ان شاء الله نشوفوا مباريات كبرى وان شاء الله يكون له فير بلاي يكون يعني ما يكونش المشاكل هذيك ما بين الانصار خاصه لبنا واش كاين مساري ما بين الانصار في الجزائر وانصار شباب قسنطينه نتمناو ان شاء الله مدينه وهران دير لهم الصلح معروفه وهران يعني بالضيافه تاعها وقاد الراس وجماعتهم يديروا الصلح ان شاء الله يديروا لجنه الانصار تاع شباب قسنطينه مع لجنه الانصار تاع مولودية الجزائر ويديروا لهم صلح في وهران هكذا باش ان شاء الله نشوفوا المباراه وتكون يعني ما يكونش فيها المشاكل تكون مباراه يعني في اتم معنى الكلمه. هذا ما نتمناه. نفتحوا قوس هشام بعود معليش. تفضل معليش. مانشستر سيتي يعدل النتيجة في هذه الأثناء أمام ريال مدريد في مباراة ملتهبة ثقيلة قوية في دوري أبطال أوروبا بملعب الاتحاد. نصر سيتي؟ لا من نصر سيتي أنا نصر برشلونة. نهزمت برشلونة وتليمينات لازم تليمين الريال معه. هذا كلام واحد متعصب. لا يعني تتعصب للوفاق وتتعصب أيضا للبارسا. البارسا. تكون مد المكان أنا. سينوتي وثلانة وهشام ومباراة قوية ملتهبة في دوري الأبطال في هذه الأثناء بين سيتي وريال مدريد. خالد كيماش مولودية الجزائر وشباب قسنطينة. على كل حال راح الحظوظ راح تكون 50-50 وكما كنت تقول أنت على المدرب عمراني هو آخر مدرب اللي كان فاز بال 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 بالكأس الجمهورية وعنده تقاليد في هذه المنافسة هذه حيث فاز بها 5 مرات الشيخ دونك عنده تجربه كبيره في هذه المنافسه. وانا بالنسبه لي مولوديه الجزائر بالنسبه لهم هذا الكاس هذا شغل سي ان بونوس هما اي سون براتيكمون شامبيون دالجيري دونك هذا راح تكون كما يقول لك ان بونوس بالنسبه لهم دونك راح تكون مقابله متكافئه ولو جور جي نهار المقابله والفريق اللي راح يكون احسن هو اللي راح يفوز بهذه المقابله. ما الذي سيتغير خالد عندما تخوض مباراة نصف نهائية لحساب كأس الجمهورية في ملعب محايد؟ هل هناك أمور تتغير في ذهنية اللاعبين؟ هل هناك ضغوطات أخرى ربما تلاشت بتغيير الملعب والتحول إلى ملعب محايد؟ لا شوف إبراهيم أنا كان عندي شرف وين فزت بكأس الجزائر مع فريق شباب الوزداد عام 2009 وين كنت مدرب تاع الحراس. يعني لا كوب دالجيري سي 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 اون ابروش كومبليتمون ديفيرونت وصادير انت بوصوله. انا فزت بالبطوله مع الشباب بزوج بطولات مع الشباب وفزت بالكاس مع الشباب. يعني البطوله سي تيفو سي دي زيموسيون بارطاجي سو توت اون اني زعما عندك سي دي زيموسيون مقابله بصح الكاس لا سي دي غرون زيموسيون في مقابله ولا زوج مقابلات كيما اليوم. دونك انت تدخل تلعب هذه المقابله هذه سورتو كيما كان يقول الشيخ كان لو مونطال اللي طري طري امبورطون في هذه المقابلات. صافي دير انت لازم تكون محضر بيان باسكو تو فاز جوي سور ان سول ماتش. تخسر تخرج ما عندكش اون اوتر ماشي كيما البطوله تخسر قال بتاتر عندي دوتر شونس باش نعاود ريكوبيري ما بلاص ونعاود نربح النقاط في الكاس. لا تخسر تي رون شي تو ودوتون بلوس كو تو اي براتيكمون ا دو با كيما اليوم فريق شباب الوزاد راهو ا دو با باش يريوسي لا سيزون تاعو. دونك سي سوبر امبورطون وصادير الفرق اللي راح يكون ما بين مولودية الجزائر وفريق شباب قسنطينه. هذه المولودية براتيكمون ايزون ريوسي لور سيزون صادير اون غانيون لو تيتر شغل ربحوا لا سيزون تاعهم صافي شحال 13 ولا 14 كيزون نون با. ما الذي سيغير في المواجهه؟ يعني هذا الـ 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 الامر اللي ذكرته الان هل سوف ربما يحرر المولودية ام انه ربما ضغط اخر؟ لا اظن باللي الضغط راح يكون على فريق شباب قسنطينه باسكو المولودية انا بالنسبه لي ايزون ريوسي لور سيزون بارابور لواش قاموا في البطوله. بار كونتر فريق شباب قسنطينه كيما فريق شباب بلوزداد لازم باش يسوفيو لا سيزون تاعهم لازم كواكو ميم اليو اس ما كواكو مازال عندهم دي شونس في لا كوب دافريك. دونك اي بوف غاني لا كوب دافريك ويسلكوا لا سيزون تاعهم سادير يسلكوا في لا سيزون كونترارمون السي ار بي والسي اس واش بقات لهم كيما قلت لك هاد زوج فرق رايحين يتنافسوا على المرتبه الثانيه او ميم طون اي سيساي دو غاني لا كوب دالجيري باش تكون اون سيزون جو ديري با ابوتي بصح اون سيزون ريوسي. على كل حال نذكر فقط مشاهدينا الاعزاء بمباريات الدور نصف النهائي من كاس الجمهوريه. شباب الوزداد يصطدم باتحاد الجزائر في مواجهه ستلعب يوم الاربعاء 24 أفريل بملعب نيلسون مونديلا ببراقي. مولوديه الجزائر تواجه النادي الرياضي القسنطيني. المواجهه ستلعب بملعب ميلود هاتفي يوم الثلاثاء 23 من شهر افريل. للحديث اكثر
مشاهدينا الاعزاء عن مباريات النصف النهائي وخاصة المواجهة التي ستجمع بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر. معنا عبر الهاتف صابر بن اسماعيل مساعد مدرب شباب بلوزداد. صابر بن اسماعيل اهلا وسهلا بك معنا على قناة شروق نيوز. مساء الخير ومساء الخير لكل المشاهدين. اهلا بك معنا صابر بن اسماعيل. مباراة نصف نهائية دربي عاصمي وضعكم امام اتحاد الجزائر، المواجهة ستلعب بملعب نيلسون مانديلا. بشكل عام كيف ترى هذه المواجهة؟ والله شوف، احنا لما نشوفوا يعني الفرق اللي تأهلت للنصف النهائي كلها فرق يعني تاع اللي راهي كيشوفوا البطولة يعني من الاول للرابع هما هذوما الفرق اللي راهم محتلين هذه المراتب هذويا. احنا على بالنا باللي لما تلحق النصف النهائي كل نادي راح يعمل كاس الجزائر كهدف، خاصه بالنسبه لفريق اتحاد الجزائر او شباب الوزداد وحتى شباب قسنطينه. كنت ممكن نسمع في الاخ يتكلم، يعني كل هذه الانديه هذه راهي تحاول باش انه يعني تحصل على لقب من الالقاب اللي تاع صدير سواء البطوله او الكاس. وحنا نعرفوا بلي شباب الوزداد ربما الفارق راهو شويه يعني بعيد في البطوله، لكن راح نلعبوا كما يقولوا الحظوظ تاعنا حتى الاخر. لكن كيفاش يقولوا لو تيتر الاقرب لشباب الوزداد اللي لازم ننفيستيو فيه هو كاس الجزائر، يعني واحد ما يكذبش على 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 في هذا الامر هذايا. اما بالنسبه للمقابله تاع اتحاد الجزائر، احنا نعرفوا بلي يعني مقابله تاع الديربي وكل فريق راح كما يقول يكون محفز باش يفوز بالمقابله هذه. احنا اصبحنا كما يقولوا بيناتنا احنا واتحاد الجزائر وحتى الفرق الاخرى، يعني كل فريق كتاب مفتوح للفريق الاخر، فدير نعرفوا مليح بعضنا، نعرفوا يعني نقاط القوه تاعنا ونقاط الضعف تاع 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 الفرق هذويا ولا نقاط القوه تاعهم. صدير كلش راح يكون مفتوح على كل الاحتمالات. ان شاء الله احنا نحضروا كما لازم الحال المقابله هذه، نكونوا يعني مركزين كثير، نكونوا محفزين كثير، حتى من الجانب البدني لازم نكونوا ثاني قويين، يعني نعملوا كل ما في وسعنا حتى نحضروا تحضير يعني جيد لهذه المقابله، لانه هي مقابله يعني نصف النهائي والنهائي. فدير هي نفس الطابع، يعني اليوم كي تلعب امام اتحاد الجزائر راك تلعب نهائي ماشي راح تلعب نصف النهائي. صابر يعني وي صابر بسمعين، قلت الان بانه هدف كاس الجمهوريه اصبح رئيسيا اساسيا بالنسبه لفريق شباب بلوزداد بين قوسين لانقاذ الموسم، الن يصنع هذا ضغطا اضافيا على اللاعبين؟ لا من جانب الضغط احنا اللاعبين تاعنا راهم خلاص يعني رام يعني متعودين على الضغط ومتعودين انهم يلعبوا على كل عام يلعبوا على لقب ما، فلهذا يعني احنا ما عندناش من مشكل من هذا الجانب. ولو انه كاس الجمهوريه ما تقدرش ديرها يعني كهدف رئيسي يعني 100%، لكن لما يعني دزنا اكوتي كما يقولوا في رابطه الابطال وفي البطوله يعني فقدنا بعض النقاط وين تخلينا دائما ننافس على المرتبه الاولى، فلهذا بقينا اللقب هذا تاع كاس الجمهوريه لازم كما يقولوا نستثمروا فيه ونحاولوا انه نعملوا كاع الجهد تاعنا باش نتحصلوا على التاهل، وربما ان شاء الله لربما دايرين في النهائي ان شاء الله ونفوزوا به. فلهذا ما عندناش لغه اخرى من غير هذه اللغه هذه، يعني كل واحد يعني كطاقم فني ولا كاداره ولا كلاعبين لازم نحط روحنا تحت الضغط، لكن ضغط ايجابي اللي يخلينا نواجهوا المقابله هذه بكل ايجابيه باش نفوزوا بها ان شاء الله. اسبوع بالتمام والكمال يفصلنا عن هذه المواجهه بين شباب بلوزداد واتحاد الجزائر، بعد التعادل امس في البطوله امام نادي بارادو. صابر بن اسماعيل، كيف هي معنويات اللاعبين ولديكم ايضا اسبوع من اجل تحضيرهم خاصه من الناحيه المعنويه لهذه المباراه الدربي العاصمي في نصف نهائي كاس الجمهوريه؟ والله شوف احنا بالنسبه للمعنويات يعني الحمد لله، يعني ما احنا البارح ما عملناش يعني مقابله يعني ضعيفه، ولا كنا عملنا مقابله يعني مليحه صح من الجانب الفعاليه، كنا يعني ما كناش 100% وين رطينا ضربه جزاء ورطينا بوكو دوكازيون، الشيء هذا اللي خلانا ان نكونوا متفائلين يعني من جانب يعني المحتوى تاع اللعب، يعني الكونتوني اللي قدمناه ما كانش مخيب يعني لدرجه انه زعما نزعفوا ولا وسمو.
هذه كما يقولوا بطوله ومقابلات صعاب، وملعبنا امام فريق ثاني يعني منظم وفريق صعيب، فلهذا يعني كل 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 كما يقولوا منافسه وعندها الطابع تاعها. اليوم رانا نتكلموا على كاس الجزائر، في كاس الجزائر يعني راح كما يقولوا ننساو كاع البطوله ونحطوا يعني التركيز تاعنا على على التحضير تاعنا في مقابله الكاس، ولو انه في وسط يعني في في, في قبل مقابله الكاس عندنا مقابله تاع بطوله يوم الجمعه ان شاء الله، نحاولوا انه كيفاش نحققوا التوازن باش ثاني ما نتعبوش اللاعبين تاعنا كثير، ربما راح نخليوا بعض اللاعبين يرتاحوا يعني خاصه اللاعبين اللي لعبوا كثير في المقابلات اللي عندهم ان طون جو كبير، هذوك ربما راح نرتاحوهم شويه امام امام اتحاد بسكرة، ونحضروا كما يقولوا باراليل للمقابله تاع الكاس تاعنا بعد مقابله تاع بسكرة ان شاء الله. احنا ديجا اليوم كنا يعني في اجتماع مع الطاقم الفني وتكلمنا على هذه الامور هذويا بالنسبه للمقابله تاع الجمعه تاع البطوله وبالنسبه للمقابله الثانيه تاع الكاس الجمهوريه. يعني عملنا كما يقولوا مخطط العمل تاعنا، عملنا يعني كل كما يقولوا الضوابط تاعنا، ان شاء الله نكونوا كما يقولوا ما نسينا حتى حاجه باش نديروا كاع لي زاتو من جهتنا باش نكونوا محضرين جيدا للمقابله تاع نصف النهائي ان شاء الله. وشباب بلوزداد يا صابر يا بن اسماعيل مطالب بالفوز امام اتحاد بسكره، لانه المرتبه الثانيه في المزاد هي مؤهله لدور ابطال افريقيا الموسم المقبل. نستغل الفرصه ايضا صابر لسؤالك عن حاله بن غيث، سيكون حاضر في مباراه نصف النهائي امام اتحاد الجزائر؟ ان شاء الله ان شاء الله. اليوم كنا يعني كيما يقولوا قسمنا للمجموعه، مجموعه عملت حصه استرجاع ومجموعه ثانيه اللي ما لعبتش عملوا حصه يعني كامله. اليوم ما كانش تدرب معنا لانه كامل مع المجموعه اللي لعبت البارح وعملوا حصه تاع استرجاع حسب الطاقم الطبي. قال لك يعني ماهيش اصابه يعني صعيبه، ولا ربما راح نسترجعوه يعني في قادم الايام، ربما ما راحش يكون في المقابله تاع بسكره لانه راح تلعب يوم الجمعه، لكن من المقابله نصف النهائي ان شاء الله يكون واجد ان شاء الله. ان شاء الله. صابر بن اسماعيل مساعد مدرب شباب بلوزداد، شكرا جزيلا لك. شكرا شكرا اخي، بارك الله فيك. أذكر فقط بأن مباراة شباب الوزداد واتحاد الجزائر مشاهدينا ستلعب بملعب نيلسون مونديلا ببراقي، ومباراة النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر ستلعب بملعب ميلود هد في المباراة الأولى الأربعاء. المباراة الثانية بين المولودية وشباب قسنطينة ستلعب يوم الثلاثاء 23 أفريل المقبل. سعيد كناوي، مباريات كبيرة على الورق عندما تقول مولودية الجزائر، شباب قسنطينة، شباب بلوزداد ثالث الترتيب أيضا في البطولة الوطنية واتحاد الجزائر، لكن ماذا يعني على اللاعبين والطاقم الفني أيضا من في هذه الأندية عمله من أجل تقديم مستويات فنية كبيرة فوق المستطيل الأخضر؟ سئمنا من المباريات الكبيرة على الورق والضعيفة في مستواها فوق المستطيل الأخضر. شوف، كان واحد السر في هذا النصف النهائي اللي هو كل مره تواجد المدرب القدير سيد عمراني، مع كل مره يكون في فريق صحيح. يكون يعني يا في النهائي يا نصف نهائي، اختصاصي في الكرة. اختصاصي لا، هي اختصاصي ولكن تبقى كرة قدم، تبقى كرة قدم يعني ما يكفيش تكون اختصاصي فريق. فقط احنا عندنا اربع فرق، الاربع فرق هذه كلها حابه تفوز وتمشي للنهائي. سيت امونور شرف كبير، لاعب يلعب ان فينال دو كوب دالجيري، ولكن تبقى لي مويا، لازم يكون عندك لي مويا، عندك الوسائل اللي باش تفوز بها. الوسائل اللي باش تفوز بها هي وجودك على المستطيل الاخضر، يعني تقديمك للمباراه من جانب التكتيكي، من جانب الفني، من جانب الذهني، من كل الجوانب لازم تكون في واحد المستوى باش تفوز بالمباراه، لانها تبقى سي تان جو، هي لعبه كره قدم. ولكن اللي يدخل ويأثر، انا عكس ما قالوا المساعد تاع شباب الوزداد، تقول لي الجانب النفسي، الجانب النفسي هنا يلعب دور كبير، دور كبير، لان مباراه الكاس عكس مباريات الدوري، عندك لو ماتش روتور، عندك الكلاسمون، دير حساب اللي قدامك فاز ولا انهزم، اللي موراك الحق بيك ولا ما لحقش بيك، يا دي كالكول، هنا يا با دي كالكول، هنا تلعب 90 دقيقه، في ال 90 دقيقه لازم تخرج فايز، دونك لاسبي مونتال يلعب دور كبير كبير جدا. نظن هذا هو السر، انه عمراني متحكم في الفيستيار قبل المباراة ومتحكم في المباراة أثناء الكوتشينج نتاعو،
يعني هذا نظن هذا هو السر. تتحدث عن نعم تتحدث عن عمراني من جهة، ولديك منافس اسمه مولودية الجزائر بقيادة مدرب محنك أيضا من الناحية التكتيكية، يقود التشكيلة في مباريات كبيرة ويقدم مستويات مميزة أيضا مع المولودية، وهو باتريس بومال. حرب تكتيكية كبيرة بينهم. أخي إبراهيم تبقى كرة قدم وتبقى مباراة كأس. أنا أقول بلي مباراة الكأس ما هيش مباراة البطولة، مباراة الكأس سا سي جو سور ان ديتاي. مدة مع بن عكنون صدقوني 1-0 في 20 اوت يعني كان دو بقالي بيناتهم. شفت فريق جيجل قدم مباراة يعني في مستوى العالي، حتى مباراة شباب الوزداد وترجي مستغانم كان ترجي مستغانم كان في المستوى العالي. دونك سي سور 90 مينوت على 90 دقيقة. قلت لك ذكاء المدرب، ذكاء اللاعبين، لاسبي مونتالي لي امبورطون. كيفاش تحضر؟ إنه ريانا بيردر يقول لك أنا لحقت نصف نهائي. المولودية مثلا كما تفضلت وقلت ممكن يقول لك أنا فزت بالكأس، سا ديبون فزت بالبطولة، سا ديبون الآخر تاعهم لي زوبجيكتيف تاعهم، ولكن يبقى لما لا بالكأس موسم تاريخي. اللاعبين إيسو ليبير يقول لك أنا حتى نهزم في الكأس أنا عندي البطولة، راني متقدم في البطولة وراح نفوز. عكس سلاح ذو حدين، عكس مستغان، عكس شباب قسنطينة اللي بقات له آخر ورقة، ولكن عنده لابور نتاع لونترينور اللي اليوم راح يسمع المدرب هذا اللي عنده تجربه كبيره في الوصول للنهائيات. دونك عنده انا يعني اناتو فافورابل ليه يعني في صالحه، راح تكون مباراه يعني نظن مباراه كبيره. في هناك عامل اخر سعيد كناوي، وهو خوض شباب قسنطينه لمباراه ربع النهائي امام نجم بن عكنون بملعب ميلود هدفي. يعني عندهم أسبوع فقط من اللي لعبوا في ملعب ميلود هدفي، سيلعبون مباراة ثانية أمام مولودية الجزائر. هل ترى بأنه هذا الأمر يصنع الفارق أو أنه ربما ما عندوش تأثير في هذه المواجهة؟ لا أكيد أكيد اللاعبين لما تكون هذه مسألة نتاع ثقة. لاعبين راهم فازوا الكاردو فينال وفازوا على بن عكنون، واليوم يواجهوا مباشرة يواجهوا مولودية الجزائر. نظن حتى الأسبوع هذا اللي راح نرتاحوا فيه راح التركيز نتاعهم يكون إلا على الكأس، إلا على الكأس، خاصة وأن شباب قسنطينة يعني نظن أنا الذاكرة نتاعي ممكن ما فازوش بكأس الجزائر يعني عبر التاريخ. ظن هذه ممكن راح تكون الأولى، وصلوا نصف نهائي، لحقوا نصف نهائي، ولكن عمرهم وصلوا للنهائي وفازوا بالكأس. هذه راح تكون حافز كبير، وعندهم مدرب عنده تجربة في هذا المنافسات. نظن أنه راح يكون مباراة العمر، ولا مباراة ماشي مباراة السنة، مباراة العمر. الفريق اللي ليكزيستونس نتاعو راه اكثر من 50 سنة. اقدر لهم لا بريسيون شاكي قلت لهم لا 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 ان شاء الله ما يمشي يسمعوا. لا عندهم مدرب اللي يعرف ينقص لا بريسيون. انا مش نشجع في السياسة، ولكن نتمنى ان شاء الله نشوفوا مباراة كبيرة. مولودية الجزائر في احسن حالاته، شباب قسنطينة نظن راح يقدم مباراة كبيرة اللي كما قال لك هشام. نتمنى إن شاء الله تكون يعني حفل، وحفل بأتم معنى الكلمة. هذا عن مباراة الكبيرين، النادي الرياضي القسنطيني من جهة ومولودية الجزائر من جهة أخرى. سؤال للمشاهدين وأيضا تساؤل ولهشام بوعود، عندما يلعب اتحاد الجزائر كأس الكاف ويواجه نهضة بركان المغربي يمثل الجزائر، أكيد كيف تفسر بأنه 3 أيام قبل موعد هام ومصيري سيجمع اتحاد الجزائر بنهضة بركان في المغرب في مباراة العودة يلعب مباراة الكأس أمام شباب الوزداد؟ أعطيني تفسير فقط، من قرر أن يلعب اتحاد الجزائر مباراة كأس الجمهورية في دور نصف النهائي أمام فريق شباب الوزداد 3 أيام فقط قبل التنقل إلى المغرب، ونعرف بأنه في رحلة غير مباشرة؟ أعطيني تفسير فقط. شوف الأخ إبراهيم، أول شيء دارته الاتحاد الجزائري كرة قدم اليوم قبل ما يقرروا في المواجهات هو كان استدعاء 4 رؤساء لفرق متأهلة لهذا الدور. نعم. وكان كاين اجتماع مع رئيس الاتحادية. نعم. في المقر الاتحادية ومع لجنة تنظيم كأس الجزائر. الشيء اللي راك تتهضر فيه أنت منطقي، لكن رئيس الاتحاد الجزائري كان حاضر في الاجتماع. كان قادر هو يهضر النقطة هذه، وكان قادر هو أكيد يكون يتكلم لأنه مطالب وملزم بالدفاع يعني عن حق فريق اتحاد الجزائر. هذه المقابلات رحت لضربة الجزاء، يعني يقدروا يلعبوا 120 دقيقة زي ضربة الجزاء، ثم بعد 3 أيام يتنقلوا إلى المغرب
انا واش حبيت نقول لك، انا واش حبيت نقول لك، انا حبيت نقول لك المسؤوليه يتحملها رئيس نادي اتحاد الجزائر. لماذا يتحمل المسؤوليه؟ هو اللي كان اليوم حاضر في الاجتماع وكان قادر يقنع الرئيس تاع الاتحاد الجزائري لكره القدم، وكان قادر يقنع رئيس معليش نطرح عليك سؤال هشام باش يسجلوا المباراه ولا يقدموها. هل يستحق هذا الامر انه رئيس نادي لازم يقنعهم هما ما يعرفوش علاش بانه اتحاد الجزائر يمثل الجزائر ولازم له راحه؟ سامحني ابراهيم، تفضل. الاجتماع تاع اليوم علاش ندار؟ على جال تنظيم المباريات تاع نصف النهائي. نعم. اذا انت تجي تطرح عليهم اشكاليه وتقول لهم راه عندنا مباراه مصيريه يوم الفلاني يكون الفلاني، سوا تافونسي لي بيوم ولا تخليوني بعد المباراه هذيك باش نلعب. كاين مدربين مثلا يمكن غاريدو راه قال له انا ماذا بيا نلعب لي ماتش، كاين مدربين اللي يحبوا يلعبوا لي ماتش ما يحبوش يخليهم روتار. ما تقدرش شوف هذه بون كل واحد كيفاش يخمم. ليس هذا النوع من المباريات. ما تقدرش تلعب انت ماتش كابيتال، تقدر تروح حتى 120 مينوت 3 جور ابلي كيما قال لك الاخ ابراهيم، دير ان ديبلا لون ديبلاسمون باسكو. ما رايك مالا حنا لعبنا مباراتين في يوم وفاق سطيف ودينا كاس رابطه الابطال. لا بصح هذاك الامر حنا قال لنا واش صرا، واش صرا ولا ما صراش؟ حبيت نقول لك هنا يا سي خالد، باسكو انت تما واش صرا؟ الرئيس الاول والاخير لما يكون رئيس لجنه تنظيم كاس الجمهوريه مع رئيس اتحاد الجزائر، نورمالمون انت كي تقعد معاهم تطرح الاشكاليه تاعك وما تقبلش، ما يقدروا يديروا معاك حتى حاجه، يديروا معاك حل. الحل واش هو؟ سوا يافونسيو لك والله يخليوك بعد المباراه تاع كاس الفريق. اسمح لي هشام، اسمح لي تفضل هشام دقيقه ورجع في الكلمه. انت ما تظن انه كل مره يكون فيه برمجه من هذا المستوى؟ يعني نجيبوا لي بريزيدون كلوب يا اخي، يا يعني كوميسيون دورغانيزاسيون دي رونكونتر اللي تراعي الجانب البدني وتراعي الجانب الفني وتراعي كل الجوانب، وما ديرليش مباراه نتاع تاع تاع كاس الجزائر نصف نهائي على ثلاث ايام من هذا. خطا كبير. تقول لي استقبلهم الرئيس ما استقبلهمش البريزيدون كلوب تاع اليو اس، ما واش يقدر يقول له؟ ما يقدر يقول له احنا ما تساعدناش. ميسكي في لازم تفكر الانسان اللي دار البرمجه هو اللي يفكر في مكان اللاعبين، لانه يخدم مصلحه الكره الجزائريه. اتحاد العاصمه راح تمثل الجزائر، لما تمثل الجزائر لازم تديرها في وضع يعني مرتاح. نعطيكم مبرر، مبرر لجنة تنظيم الكأس، مبررها الوحيد هو أنه تواريخ مضبوطة منذ مدة، والكاف هي من غيرت تواريخ لقاءات الأدوار المتقدمة من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. كيما الكاف محليا تقدر تتسهل الفريق نتاعك، يعني اتحاد الجزائر هنا انت تعطيه أفضلية باش يكون في أريحية ويقدر يسافر ويقدر يلعب. لكن أنا الأمور شتها نصرت من قبل وباقي تصرى في كرة القدم الجزائرية. أنا نتذكر ثاني مباراة لعبنا مع اتحاد الجزائر في بولوغين وسافرنا مباشرة لغينيا، على ثلاث أيام من بعد لعبنا في غينيا وفاق سطيف. سمعني عشت هذا الشيء. حتى ولو كانت تتكلم ودير واش راح تدير، هما كيقروا يقروا واش راح تدير. أما بعد تروح تلعب في المروك ولا تروح تلعب في غينيا؟ حنا رحنا لعبنا في غينيا بعد ثلاث ايام وفوزنا في غينيا. بصح مقابله تاع الجروب، بصح هذه الدومي فينال تاع كوب دافريك وضد من؟ ضد فريق مغربي. على بالنا باللي هذا الفريق هذا شغل معروف ديجا، شفنا واش صرا في الدور الربع النهائي مع فريق الليبي، شفنا الكولاسه اللي كاين وكل شيء. دونك انت اون برانسيب اوتون كو فيدراسيون الجيريان لازم تعاون ليكيب تاع بلادك، تو دون كاع لي زاتو بوسيبل ايماجينير باش يقدر يحقق نتيجه في يا سي خالد هذه راهي مفروغ منها ولا نقاش فيها. احنا اللي قلت لك تنقول له هذا وين احنا محليين، احنا اللي نقدروا نتصرفوا في البرمجه تاعنا ونقدروا نبروغراميو المباراه هذه سواء قبل ولا بعد. لكن ماناش احنا اللي نقدروا نهضروا على اتحاد الجزائر، عنده ممثل. دوك الرئيس تاعنا هذا كنت نشوف فيه افتراج يضحك ويقصر وفرحان، ما راحش دير تصريح قال انا كيفاش داروا لي هكذا وانا نلعب على ثلاث ايام وتقلق ودير حاجه. دوك هو راهو راضي وقابل. ممكن انا قلت لك ممكن يكون المدرب تاعو تهضر معاه وتكلم معاه وقال له هاو كيفاش راح نلعبوا وهاو كيفاش راح نلعبوا، وقال له اوكي معليش كيما ممكن فرضها عليه. لكن هذا الشيء احنا ما نقدروش نتكلموا فيه، يتكلموا رئيس اتحاد الجزائر هو اللي تقدروا تتصلوا به ويعطيكم تبرير علاش لعبوا المباراه في لو 24، مش احنا اللي نقدروا نتكلموا. يعني اتحاد الجزائر لعب امس ربع نهائي كاس الجزائر مع فريق اتحاد بسكره، سيلعب الاحد مباراه الذهاب بملعب 5 جويلية امام نهضره بركان، يلعب الاربعاء ثم بعد ثلاث ايام زيد يلعب في المغرب امام نهضة بركان. انا اتساءل فقط يا هشام يا ابو عود، هل الجامعه المغربيه لكره القدم اجلت مباريات نهضة بركان
الخاصة بالأسبوع القادم لفسح المجال لهذا الفريق للتحضير لمباراة اتحاد الجزائر؟ إذا كانت الجامعة المغربية أجلت ووضعت نهضة بركان في أفضل الظروف للتحضير لمباراة اتحاد الجزائر، والاتحاد يحطوه يلعب نصف النهائي يوم الأربعاء مباراة بيج ماتش كبيرة أمام شباب الوزداد، وبعد ثلاث أيام يلعب فيها المغرب، هذا غير مقبول. الموسم الماضي نعطيك معلومة، الوداد البيضاوي ما أجلولوش وكان راه يلعب نصف نهائي كأس إفريقيا رابطة الأبطال إفريقية، وصلت عليها ضجة كبيرة في المغرب وما أجلولوش، ولعب مباراة في الشامبيون تاعو وراح يلعب نصف النهائي. تسمى هذه العام اللي فات برك، تسمى حتى الأمور تقدر تصرى في الجزائر، تقدر تصرى في المغرب، تقدر تصرى في أي مكان. اللي قلت لك الإنسان الوحيد اللي يقدر يتكلم عليها هو رئيس نادي اتحاد الجزائر، هو ممكن، راني قلت لك ممكن هو راه قابل، هو اللي راه حاب يلعبها هكذا. احنا رانا نتنبؤ ممكن راي رئيس النادي ولا اللاعبين والطاقم الفني. سامحني راهو يتشاور مع الطاقم الفني تاعو، الطاقم الفني تاعو راه نقول لهم ندير بلانيفيكاسيون باش نلعب اليوم وعلى الثيام زيد نلعب، خليني نلعب. كاين طاقم فني في الجزائر يقدر يكون في هذا طاقم فني اجنبي مش جزائري واجنبي يلعب على حسب الامكانيات تاعو. شوف نعطيك انا هشام او الشيخ، الشيخ مدرب يقدر يقول تلعب اليوم وبعدين تلعب طروج صافي دير لوندو، ما واش دير دير ديكراساج ومن بعد تو تسويت روحك تسيب روحك لافي تاع الماتش. يا شيخ راه مفروغ منها، راني قلت لك راه خطا، راني قلت لك 1000% راه خطا، لكن حنا ما نقدروش نعرفوا علاش بروغرام هذا الماتش هذا الا اذا هو صرح، حنا ما نقدروش نعرفوا دوك حنا نحكموش الا سيت فرضوا عليه يلعب في لاطاج تاع البرمجه، حنا نحكموا من الجانب الميثودولوجي. هذه غير ممكنه للاعب، راح ينهاك اللاعب من الجانب البدني خاصة من الجانب الذهني. الجانب البدني تي بيريكوبيري في جوج ممكن تقدر ترتاح، ولكن الجانب الذهني وين المشكل؟ تلعب مباراة اوتونسيون في جوج بسكرا. كاين حاجة ثانية شيخ لوسما، ما عندهمش اون غروند بروفوندور تاع لو بون دو توش، هذا ديفيكتيف اون بلوس دو سا. كي تلعب انت مقابلة تاع نصف النهائي تاع كأس الجزائر ضد فريق شباب الوزداد، تقدرش زعما تو با تبيرميت قال انا ندور نريح بعض ولا نواسي ولا سي با بوسيبل. دونك تي اوبليجي دو فير اون ليكيب. خطا سي دي ليرور، هذا خطا في البرمجه، والخطا هذا ما يخدمش اتحاد العاصمه حتى وكان يخدمش كره القدم، ما يخدمش كره القدم الجزائريه ولا اتحاد العاصمه. وال نظن انه تكلمت على الرئيس لا حول ولا قوه له، ولا المدربين ولا اللاعبين، سي الفيت اكومبلي، الامر الواقع. تلعب كل ثلاث ايام مباريات اطوا كما قال لك خالد، لا عندك لاعبين اللهم بارك، ما عندكش لاعبين تلعب لا ميم ايكيب، العب لا ميم ايكيب. ونظن ان لو اتحاد العاصمه ان شاء الله ما تسراش ونهزم امام بركان، وهذه اللي ما نتمناوهاش، راح اكيد كل الناس تتكلم على البرمجه هذه، والخطا يرجع اللي برمج هذه المباريات. نعم، نواصل نقاش مشاهدينا بخصوص مباريات المربع الذهبي من كأس الجمهورية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الأعزاء في برنامج كرة طول، كالجزء الثاني من هذا العدد الذي تحدثنا فيه عن نصف نهائي كأس الجزائر والقرعة التي أسفرت عن مباريات نارية بين النادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر. اللقاء سيلعب يوم الثلاثاء 23 أفريل بملعب ميلود هدفي، والمباراة الثانية بين شباب بالوزداد واتحاد الجزائر يوم الأربعاء 24 أفريل، اللقاء سيلعب بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. كي نطوي ملف هذه المواجهات سعيد كناوي، يعني بغض النظر عن كونك مناصر لفريق شباب الوزداد، من ترشح لينشط هذا النهائي؟ والله صراحة يعني شوف، رجوع شباب الوزداد في الأونة الأخيرة يعني حتى الأداء موش يعني اللي كنا ممكن نتمناه، ولكن رجع صافي ديرك بسيكولوجيكمون اللاعبين استرجعوا شوية ثقة في نفسهم. اتحاد العاصمة كما قلت صعب جدا خاصة مع البرمجة هذه، أنا نظن اللي راح ينشط النهائي يسمحوا لي على كل حال جماعة البلودية، شوف شباب الوزداد مع شباب قسنطينة. لماذا رشحت شباب قسنطينة؟ رشحت لسبب عندهم أولا ممكن الفرصة يعني الكبيرة لهم أنهم يفوزوا بكأس الجزائر اللي عمرهم فازوا دوبوي ليكزيستانس نتاعهم. نعم. ثانيا عندهم مدرب اللي يعرف يمشي مع المباريات هذه، خاصه مباراه الكاس وخاصه المباريات المتقدمه، رشفناها مع شلف السنه اللي فاتت مع فريق منهار تقريبا من كل الجوانب، من الجانب المالي، من كثير من الجوانب، ولعب حتى النزول يعني كلمه فاز بكاس
كلمة السر هي عبد القادر عمراني. هي عبد القادر عمراني وانا جو كرو في هذه الامور هذو باسكو ماتش دو كوب سي 90 مينوت ماهوش كيما ماتش تاع الشامبيونان سي دوتر اجواء ثانيه ويسمحوا لي جماعه المولوديه. خالد كيماش شباب الوزداد اتحاد الجزائر مولودية يعني الجزائر النادي الرياضي القسنطيني. يعني سانسيرمون انا بالنسبه لي الحظوظ راح تكون 50-50% بالنسبه لكاع الفريق، صدر اليوم كاع الناس عندها لي ميم شونس دو ديبار، صدر كي ديماري وكاع لي زيكيب يزون لي ميم شونس، دونك كيما كان يقول الشيخ بتاتر انا ما شاطروش في امر، اللي فريق شباب الوزداد اليوم ما راهوش في احسن احوال، صدر ميم الداخل في المجموعه يعني ميم سور لو بلو مونتال اي تو. ما السبب؟ ما هو السبب؟ لماذا؟ عباك دوك انت تفوز باربع بطولات متتاليه، واليوم تصيب باللي شغل ان سارتان مومون لا ماشين سي سيتوني. ميم اللاعبين ما راهمش في احسن احوالهم، ميم كيفاش. وما هو دور المدرب في هذا الامر؟ لا لو بروبليم جوستومون لو بروبليم دوك انت انا جيسبير كيما كنت سبوزيت انت لا كيستيون لصابر لصابر بن اسماعيل المدرب، اليوم لي جوار عندهم اون بريسيون تيريبل تاع شباب الوداد، على بالهم لو ريبورت دو سورتي ولا باش يسلكوا عامهم لازم يدوا لا كوب دالجيري كاس الجمهوريه. كاس الجمهوريه وهذا الامر هذا راح بتيتر يفا فير ليفي انفيرس بارابور اللاعبين، باسكو ان جوار كيدير عليه بزاف لا بريسيون فورسيمون يجوز اكوتي، راك شايف كيفاش. دونك فوالا انا جوبونس كو سافيت فريمون ديفيسيل، مي بون سي دو 50-50. اظن باللي بتيتر لافونتاج اللي كان راح يكون عنده فريق شباب الوزداد بارابور اتحاد العاصمه سي كيلكو بار في راس اللاعبين تاع اتحاد العاصمه راح يخموا بتيت لا دومي فينال تاع لا كونفدراسيون افريكان، هذا الامر هذا بتيت راح يعطي بتيت ان بتيت اسوندون لفريق شباب الوزداد، باسكو فورسيمون دون 3 جور اذا عندك مقابله. نشوف راي هشام. بالنسبه لي انا فريق شباب الوزداد يقول لك من كان في نعمه ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. انصار شباب الوزداد هما اللي خلاو الفريق تاعهم يوصل للوضعيه اللي راهو فيها الان. فهمتني؟ لانه شباب الوزداد لو باركور اللي داروا في لي 4 هذو اللي فاتوا وقيل اول فريق في الجزائر دار ربع سنوات متتاليه شامبيون دالجيري. لكن هما الشيء اللي داروه في هذه الربع سنوات نورمالمون كانوا يزيدوا يكونوا هما الدافع تاع الفريق تاعهم ماشي هما اللي يكونوا مشكل للفريق تاعهم. وين ولاو على اي اشاك خساره صاري في الفوتبول دي غران كلوب في الموند يخسروا هما اي اشاك يقلبوها نهايه العالم وما نقبلوش لحقوا العام اللي فات ولاو يقول لك حنا نحوسوا على بو فوتبول حنا ميم انا برومي بوي بوا دوزيام ما تساعدناش نحوسوا على بو فوتبول ولاو يطمحوا في حوايج اللي خلوهم اليوم. علاش ماشي من حقهم يطمعوا يا خويا من حقك شوف من حقك دير كما نقولوا ابجديات تاع كره القدم المحترفه كما النوادي الكبار في العالم اللي راهم محترفين دير سوندر فورماسيون نظموا رواحكم تم كاي سيبورتور افهم انت واش معناتها انت المناصر المناصر هذا لازم يفهم باللي هو يناصر الفريق تاعو في السراء وفي الضراء ماشي هو مناصر يقول لك انا اللي نتحكم انا باست على فيسبوك نحكم انا فلان نحكم ما تحكمش انت كاين مسيرين كاين مدرب كاين لاعبين هما اللي راهم في الميدان وانت عليك تناصرهم وتقوم بالواجب تاعك على اتم معنى الكلمه فوق المدرجات لما انت تولي تحوس انت تخلي لو رول تاعك وتحب تدخل في لو رول تاع المدرب وتولي تحوس على باليش اللاعب فلان علاش ما لعبش وفلان لازم تخرجوا وفلان لازم يكون مدرب وفلان لازم يتنحى وفلان لازم يكون مسير وفلان لازم يتنحى اذا هنا بداو يكسروا في رواحهم هما بلا ما يفيقوا باللي راهي النتيجه تكون هكذا اليوم وين ولا شباب الوزداد اليوم بعد ما كان ربع سنوات متتاليه شامبيون ولا يحوس يدير اوبجيكتيف لا كوب دالجيري وانا نتمنى ان شاء الله يروحوا بعيد وان شاء الله يديوها هما والله المولوديه ولا شباب قسنطينه ولا اتحاد الجزائر في ربعه انا نتمنى لهم يديوها باسكو في ربعه راهم ملاح وفي ربعه داروا باركور مليح في هذا الموسم. نعم. لكن حبيت نقول لك يعني شوف الانسان لما تكون عندك نعمه في يدك وما تعرف لهاش نورمالمون كي كانوا هكذا دي شامبيون كل عام وكل شيء كانوا يبقاوا من وراء خلف الفريق تاعهم كون ان شاء الله كل موسم هذا راهم يلعبوا نصف نهائي كاس افريقيا ماشي كاس نصف نهائي كاس الجزائر ويحوس يدي كاس الجزائر. يعني حصلتها في انصار فريق شباب الوزداد. انا بالنسبه لي هما جانب من الاخطاء اللي كانت في شباب الوزداد هما عندهم اون بار دو ريسبونسابيلتي. ما ذنب المناصر يا هشام يا بوعود؟ ذنب المناصر يحب الفريق المناصر انا يحب يشوف فريقه يلعب كرة قدم جميلة ويسجل ذنب المناصر أيضاً. انا حضرت في مباريات شباب الوزداد متفوق ب 2-0 3-0 الملعب كامل يهتف ويشتم ويطيح في الكلام مش لوجيك هذه نروح نشوفوها في الموند كوب اللي ما تلقاهاش. تتحدث عن فترة تدريب نبيل الكوكي. فترة تدريب نبيل الكوكي ولا فترات أخرى لكن فترة تدريب نبيل الكوكي أنا حضرت في مباراة يقال أنه في الصيف
نعم. شباب الوزداد متأهل في كأس إفريقيا ورابح 3-0 والملعب كان يشتم فيه. يقال أنه هشام بروت أنورمال. يقال أنه هشام باللي كان أوشي هذا يقول له التشبع. يقال أنه أصار تشبعون ولا يشوفوا في هذاك شيء عادي نربح 3 عادي. هشام جاوبني بكل صراحة. تفضل. يقال أنك صديق نبيل الكوكي تتحدث هكذا لأنك صديق. أنا في الميدان تاع كرة القدم صديق الجميع. أنا صديق خالد ديكيماش. خالد ديكيماش أيضا كان مدرب في شباب الوزداد، صديق لمعظم المدربين اللي راهم في البطولة الوطنية. لكن هضروا الحق، انا مدرب نشوفه شامبيون دالجيري راهو ب 11 نقطه ولا ب 10 نقاط على المرتبه الثانيه وسطات كامل يطيح له ما نقبلهاش. كون يكون الكوكي كون يكون ما على باليش انا نيمبورت كال اسم اللي يكون مدرب تاع ذاك الفريق ما نقبلهاش. نقول باللي كاين حاجه مش عادي في الفريق. يعني تقول بانه شباب الوزداد بشكل عام، لن اقول لا الانصار ولا الاداره ولا اي طرف، اخطاوا في حق نبيل الكوكي. اخطاوا كثير. واش رايك خالد كيماش؟ انا شو ما نقدرش نشاطر هشام باسكو انا اللام اللام تاع فريق شباب الوزداد هما لي سيبورتور تاعو. انا نشفى نهار جات مدار وخدا الفريق وكان المدرب عمراني هو اللي خدا الفريق، كان الفريق بفلا لي براتيك من 7 ولا 8 نقاط. يعني تجي تشوف المساندة الانصار للفريق انا ذاك، يعني سانسيرمون كان الرول ايجابي في ذاك الوقت، كان مسانده ايجابيه. الان ولات مسانده سلبيه. شوف شوف الاخ هشام اليوم المناصر واش يحوس؟ يحوس الفريق تاعو يكون توجور الفوق، يحوس لو بو فوتبول. دونك ان سيرتان مومون سي تو طافي نورمال مناصر يسبير توجور ميو. بون مانيش نقول لك راك غلط واش راك تقول، بصح ان سيرتان مومون مناصر من حقه يسبيري توجور لو ميور بور سون كلوب. دونك اليوم مناصر تاع مولوديه الجزائر سي فري كي سون براتيكمون شامبيون، بصح غدوا لو كان ما يدوش لاكوب دالجيري بتاتري يزعفوا على لي جوار تاعهم كيفاش ما ديتوش دوبلي. مناصر هذا من حقه، مي بصح انا بور موا لام و واللام تاع فريق هو لي سيبورتور ديالو. وناس نعرف مليح لي سيبورتور تاع سي ار بي سي دي جون كوميم. شوف انت على بالي لاعب سابق في شباب الوزداد ومحب لشباب الوزداد هذو الانصار تما صحابك وتقعد معاهم وكذا، واجب عليك تهضر هكذا. لكن انا نحب نعطيك سؤال. والله ما واجب انا نعطيك يعني والله غنعطيك سؤال جاوبني عليه. ماذا تفسر انت ثالث لقاء في البطوله هذاك وين بدات الشامبيونه ربح لي 3 ماتش تاعو اكثر كامل يطيح واش تشوفها؟ شوف عادي. شوف ماشي شوف انا دوك نقول لك حاجه الاخ هشام، انا كيما نقول لك كان لي شرف ولعبت في فريق كبير اللي هو فريق شباب الوزداد. فريق شباب الوزداد وتما تاني الشيخ والمناصر ويعرف الفريق مليح. سا توجور ايتي لو سيربي سا توجور ايتي اون ايكيب كي براتيك ان تري بو فوتبول. راك شايف كيفاش؟ دونك سي تو الناس كبرت بلا الماس الله يرحمه بسالمي وبكلام بارك صادير ميم فريق شباب الوزداد كيما كانش يفوز بالالقاب، بصح لا فاصون جوي تاعو اي زافي ان ستيل دو جو كي تي توجور بازي سور لا كونسيرفاسيون. بيان سور جوزي مورينيو اهل روما في موسمين متتاليين الى نهائي الكونفرنس ليغ ونهائي الدوري الاوروبي، لكن لا احد في روما كانوا يساندوه نعم، لكن لا احد في روما كان راضي على طريقه اللعب، لانه نادي روما معروف من زمان انه يلعب كره قدم هجوميه. جا مورينيو الفريق اصبح ما يقومش على الاقل بثلاث مرات، يعني هذا حق مشروع للمناصر. هل التاريخ يسجل الالقاب ام يسجل طريقه اللعب؟ هذا ما قال مورينيو. لكن هل هذا ما قاله نبيل الكوكي ايضا؟ هو صديقك. النظره نتاع صديقي في النظره نتاع خالد النظره نتاع هشام ما تقدرش نظره تقني ومع نظره انسان ممكن عنده نظره ثانيه، ما تقدرش تكون نفس النظره. هو شافها قال لك الكوكي بنتيجه 9 بوان يطالبوا شباب الوزداد ثلاث سنوات هو يفوز بال البطولة. احنا كان يعني عندنا طموح حبوا شيء جديد طريقة لعب الجميع طموح طمحنا انه نرفعوا شيء من مستوى الفريق ونفوزوا بكأس افريقيا وهذا طموح مشروع. هذه الجزئية على الرؤساء على الإدارة على الإدارة تعطي تجيب المدرب الجيد اللاعبين الجيدين ودي تحط الوسائل اللي باش نلحقوا الهدف هذا، ما نديروش العكس. من حقهم الأنصار كانوا يجوا السي ار بي كانت تلعب ان بو فوتبول مع زوران قبل ما يجي باكيتا صحيح. بعد جا كوكي يافي دو بو فوتبول كان يلعبوا مليح ويفوزوا. للاسف الفريق من الجانب الفني بدا ينهار حتى وكان يفوز. القطره التي افاضت الكاس يا هشام يا ابو عود يا صديق المدرب نبيل الكوكي بين قوسين هي انه نبيل الكوكي الطريقه اللي تعامل بها في مباراه دوري ابطال افريقيا في ربع النهائي امام فريق ماميلودي سانداونز بملعب نيلسون مانديلا هي التي اغضبت انصار شباب الوزداد. كيف تلعب لفريق يلعب كره قدم هجوميه وانت تلعب له بطريقه مفتوحه يا خالد ديكيماش؟ من يتحمل الخساره في تلك المواجهه بكل صراحه؟ شوف سانسيرمون هذيك المقابله كنت في الملعب ولابرو شوف تما المدرب الكوكي غلط. فاش غلط؟ باسكو سانسيرمون مدرب اللي هو ادابت تاع لو 4-4-2
حتى في مقابله كيما هذيك وين نعرفوا مليح حنا فريق سان داوز سي سامر كيما قلت يلعب نتايا شغل هو لا باز دو جو تاعو سي لا كونسيرفاسيون ميلو تيرا. نتايا ما كانش عندك هذاك المقابل ما كانش عندك ميريزيك اللي كان مبليسي وكان دراوي على رجل واحده صحيح. انت نون سولمون ديجا لو ميليو تاعك برينسيبال ما كانش تنقص نتايا ان ميليو تيران سكيف لعبنا بثروا ميليو تيران وكان لعب اللعب بالخيتر اللي كان براتيكمون ان موي دمي ما لعبش عاود ولا في هذيك المقابله داير شغل كان امور هذاك المقابله على كل حال. مي سينو غروسو مودو في لا سيزون الى في اون سيزون بارفيت سي دي شيفر اللي براتيكمون جامي حققهم فريق شباب الوزداد. هاد الامور الانسان ما يقدرش يكذب منهم بصح هذيك المقابله كانت اثرت شويه باسكو الكوكي واش قال لهم ان سيرتان مومون قال لهم انتم لي سوبورتور كنتوا تحبوا تقولوا علاش نلعب لو 4 4 2 تحبوا لو 4 3 3 لعب في هذيك المقابله لو 4 3 3 خير المقابله اللي لعب جوستو بار كونت في لو روتور وين فريمون الى ليكتيفي دو تير شفنا بلي فريق شباب الوزداد دار مقابله في المستوى هذا باسكو انا كانوا سقساوني قبل هذيك المقابله باسكو حنا لعبت ضد فريق مامي دو دي سونداوز وحنا رحنا فزنا عليهم لتما فهذيك مامي دو سونداوز كيفاش باش تاهل عليهم ا دوميسيل ما لازمش تونكيشي اي او روتور tu es sûr de leur marquer un but donc il y a en principe كان يدخل بطريقه دفاعيه محضه tu conserves ton score حتى وان انتهت المواجهه بصفر صفر بارك انت تشوف غاردي سجل لهم في ميدان بارك الله فيك. هذا الامر هذا اللي كان غلط فيه المدرب وكان واجه في المباراه اللي بعدها في دور نصف النهائي واجه الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي ماذا فعل؟ خرج المواجهه صفر صفر في الدار البيضاء عندما تنقلوا في الى ماميلودي سانداوز تعادلوا بهدفين في كل والله يا ابراهيم شوف باش نضيف شويه على 20 لاعب لما تلعب على ثلاث جبهات لازم يكون عندك ان افكتيف طريريش. كان عنده 20 لاعب هذا نظن وحده من الوحدات اللي الكوكي يعني في شباب الوزداد كان له مشكل فيها سيتي لا جيستيون لا روتاسيون تاع اللاعبين بالخيتر باش تبليسا دون اون اكسيون ما مسو حتى واحد بالخيتر يلعب ماتش اميكال يلعب ماتش دي كوب يلعب ماتش شامبيون يلعب تولي ماتش يلعب العوافي ايضا ما لعبوش العوافي ايضا العوافي ايضا عنده بوغرا جابينو من البارادو اللي كان في مستوى جيد ما لعبش طيل الموسم يعني هذه اثرت على المستوى نتاع اللاعبين. اوكي تفضل تفضل خالد اضافه لا جوستومون بارابول هشام جوست بارابول كوكي انا بالنسبه لي لافو ديالو هو شوف كوكي من ان جروب 11 ولا 12 ولا 13 جوار اون جينيرال il a des difficultés à changer son des talabak bien hijam donc هو واللاعبين تاع اللي كان العام اللي كان فيه الكوكي كانت شان تورغانيزات هنا في الجزائر فريق شباب بارك الله فيك فريق شباب الوزداد كان عنده 9 لاعبين في الشان وهذا الامر هذا زاد لهم في اثر على اثر على المستوى حنا صار دير في بارابور على شارج دي ماتش وهذا الامر هذا اللي خلى الفريق مع شلف في لا فينال ما يكونش في احسن احواله يعني كل التوفيق لي سامحني كمل دقيقه بسرعه هشام نعم بصح الشيء هذا ديكوفرينا في الكوكي بعد ما راح الكوكي شفنا باللي شامبيون طويله ولعبوا غير اللي ميم جوار وشفناها كامل عندكم الحق ما كنتش غلطين في زوج بصح لكن بما تفسر لي في الثالث مباراه هذاك وين بدات البطوله تصطاد كامل يشتم فيه انا هذه ما فهمتهاش انا ما نهضرش بعد ما نهايه الباركور تاعو اللي كملوا في شباب الوزداد الباركور تاعو ايجابي سلبي يبقى للتاريخ لكن انا قلت لك انا حاضر حضرتها ماشي قالوا لي حضرت وشفت باللي كاين فئه من الانصار السنه هذه ماشي السنه هذه اللي كان الكوكي ثالث مباراه واضح البطوله واضح الفكره الملعب كامل يشتم فيه واش معناتها هشام بوعود كل التوفيق لشباب الوزداد لاتحاد الجزائر للنادي الرياضي القسنطيني ولمولودية الجزائر في المربع الذهبي لكأس الجمهورية. مشاهدينا الأعزاء مباشرة إلى ركن دروا وبيوت بعد مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان في ربع نهائي كأس الجمهورية الرابطة الوطنية ولجنة الانضباط التابعة للرابطة بطبيعة الحال تكشف عن معاقبة يوسف بليلي بعشرة ملايين سنتيم. لماذا؟ لأن يوسف بليلي قام بأمور يعني غير رياضية مع حكم هذه المواجهة التي جمعت فريق مولودية الجزائر بوداد تلمسان. الحكم غادة محاط كانت دارت أول مواجهة لها في البطولة بطولة النخبة وحدث ما حدث. كانت هناك احتجاجات مبالغ فيها من يوسف بليلي تجاه الحكم غادة محاط خلال مواجهة وداد تلمسان. هذه الاحتجاجات أدت بلجنة الانضباط كما نتابع في هذا الفيديو. لجنة الانضباط تعاقب يوسف بليلي بعشرة ملايين
سنتيم. يوسف بليلي تلقى أيضا عقوبة سابقا في بعد مباراة وفاق سطيف، وتلقى أيضا عقوبة بعد إحدى المواجهات بملعب 5 جويلية عندما احتج بطريقة غير لائقة على حكم اللقاء آنذاك. هشام بعود، ما رأيك في هذه العقوبة؟ ما رأيك أيضا في احتجاجات يوسف بليلي، ليس اللاعب الأول ولا الأخير الذي احتج على حكم المواجهة؟ شوف والله هو لاعب يعني كاين قرارات ربما لا تعجبه لا تعجبه في المواجهة يحتج على الحكم. شوف بالنسبة ليوسف بليلي والله غير أمر يعني محير، سمو بالله العظيم غير علامة استفهام كبيرة. مانيش فاهم هل هذا هو يوسف بليلي اللي نورمالمون يكون في النيفو هذا؟ هذا هو يوسف بليلي. خليني نجيك أجيبك على هذا السطر. تساءلت هل هذا هو يوسف بليلي؟ انا اجيبك نعم يوسف بليلي. اعطيك احصائيه 19 مباراه مع مولوديه الجزائر، 13 هدف و13 تمريره حاسمه. يا سي ابراهيم، هذا هو يوسف بليلي. يا سي ابراهيم افهمني واش راني حاب نقول لك، نكمل كلامي واهضر. تفضل. شوف هذا يوسف بليلي نورمالمون راهو بارمي لي ميور جوار دالجيري نتاع تو لي طون. نعم نحبو رانا كرهو، لاعب كبير بمستوى فني كبير. انت كي تجي تهضر لي على النتائج الفنيه ما تهضرش عليها لانه ما نقدروش نتناقشوا فيها، لانه سيد الى في سي بروف سواء في المولوديه ولا قبل المولوديه ولا في وين لعب. تحسبوا فقط على الامور السلبيه. خليني نجيك خليني نجيك. اللاعب الكبير هذا نورمالمون يكون عنده الاحترام في كل الميادين الجزائريه لانه لاعب تاع منتخب وطني. كيفاش يجيب الاحترام؟ هو اللي يدير الاحترام لنفسه باش يعودوا النوادي والانصار تاع جميع الجزائر تصفق له وتحترمه. نعطيك مثال بسيط، بالامس القريب كان سعيود ندير لي بونجور تاع البوست تاع سيربي، ما شفتش انا سعيود نسب فيه حتى في مباراه في الفاوت ولا البرة. نوليك شوي قبلها جابوا عبد المؤمن، انا شفت مباريات وين جابوا يجي خارج اصطاد كامل يصفق سواء الانصار تاع الفريق المحلي. صحيح. ولا الفريق المنافس. صحيح. انت يا سي بليلي راك من هذا اللاعبين، من هذا الطينه نتاع اللاعبين الكبار، نورمالمون انت هو تكون ليكزومبل، ماشي انت اللي دير المشاكل هذه. انا نقول لك واش راني نتكلم دوك، كاين دوك الانصار تاع المولوديه ما يعجبهمش الحال، انا على بالي لا باسكو عندهم دي سونتيمون فير الكلوب هذا. كيما مثلا عندك ابنك مدلو تا في الدار، ميم يدير دي بيتيز انت تقبلهم باسكو تشوف فيه ابنك، ما تقدرش تقول باللي ابني راه غلط. هكذاك الانصار تاع مولوديه الجزائر، لكن الاحترام تاع النادي راهو في الحاضر، نحبو ولا نكرهو، الشيء اللي راهو يقوم به ما راهوش يخسر في قيمته هو كيوسف بالليلي، راهو يخسر في قيمه مولوديه الجزائر. احنا واش رانا نشوفوا؟ انا مثلا نعطيك مثال بسيط، المباراه هذه والحكمه هذه يعني نوجه لها التحيه، كانت يعني كانت في المستوى، وهي المباراه الاولى لها في البطوله الوطنيه الجزائريه، لكنها هي حكمه دوليه عندها عامين وراي حكمت ديجا مباريات كبرى، يعني دارت كوب دافريك، دارت نيجيريا مع لافريك دو سود، غير هنا دارت ثاني في الكوت ديفوار، دارت في غانا. هذا اول مباراه عطاوها لها في القسم الوطني الاول الجزائري. الحكمه هذه كانت انتيليجونت، حبت تخرج الماتش تاعها، ما حبش تخلي المباراه تخرج من يدها، عرفت كيفاش تتسير مع المباراه. لكن انت يوسف بالليلي انت راك لاعب كبير، انت اللي تسهل لها، انت اللي تدعمها، شابه كي من هذه طموحه حابه تنجح، انا نتمنى لها كل التوفيق. نتمنى نشوف حكم كي من هذا كي من هذه تمثل الجزائر، باسكو راهي الحكمه الوحيده وقيل في الجزائر اللي راهي هزه سفاره وراهي دوليه، ماذا بيا نزيد نسهل لها، ماكش انت هو اللي تكون لها عائق. انا باش الانسان يعني يعطي كل ذي حق حقه، يوسف بالليلي ما جرحش الحكمه، ما قالها حتى حاجه مش مليحه وما تلاحش ليها. انا تكلمت مع يعني من مصدر موثوق، قالت لي باللي قال باللي قاعد يتكلم معاها، قاعد يقول لها ما تعطينيش ما تخرجيش الكارطون ما تعطينيش، قاعد ينتقد قاعد كذا قاعد ينتقد، بصح قالت لي ما طيحش الكلام وما تلاحش ليا. يا سي يوسف بالليلي لو كان يدير الشيء هذا لاعب شاب، هذا وين طلع اون سينيور راح في لابريسيون راح تبع البيبليك. اين اخطا بالتحديد يوسف بليلي؟ تقول الان بانه لم يخطئ في حقها ولم يقل كلام بذيء. نورمالمون لازم يكون فيه كومبورتمون تاعو ماهوش تاع هذاك اللاعب الكبير اللي يحبوا الجزائر كامل، او حبوا الله اكره الانسان هذا. بالامس القريب كان هذا الراي الوطنيه وكان يشرف في الجزائر احسن تشريف، يسجل لك مباراه هذيك تاع المغرب، هذيك الهدف هذاك تاع المغرب، راهو الجزائر كامل فرحها. ماكش انت اللي تولي تخسر الشعبيه تاعك بالاخطاء بالشيء اللي راك دير فيه، هذا الامور هذه اللي راك دير فيها في المباريات هذو اللي رانا نشوفوا فيك، كل حكم مش مليح، كل حكم اكسيتي، راك زيد 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 في لا تمبيراتور، هبط
راك انت لاعب كبير، انت نورمالمون الناس تقتدي بيك، ماكش انت اللي دير الشيء هذا. انا هذا هو رايي. تفضل خالد. شوف ابراهيم بالليلي كما كان يقول الشيخ من قبيلات، لو جوار يدوال سو بريباري في كاع لي دومين. دونك بالليلي جو بونس انا اليوم يلزم له ان بريباراتور مونطال باش يخليه يخوض هذه المقابلات بطريقه اخرى، باسكو بالليلي سي ان اكزومبل بالنسبه لالاف اللاعبين الجزائريين، صادير الشبان سورتو الشبان. دونك انت كي تكون مدرب تاع فئات شبانيه، كيفاش انت تمنع لاعبك تكون عنده هذه التصرفات الوغ كو هو لي دول تاعو راه يتصرف بهذه الطريقه؟ دونك هو لازم يعرف بليلي باللي عنده ان رول ا جوي فيزافي بهذه لا نوفيل جينيراسيون اللي راهي جايه. صحيح. علاش قلت لك يلزم له ان بريباراتور مونطال؟ باسكو دوك ان سارتان مومون يفو كي سو بريبار لو ماتش، باسكو شفناه بالليلي هاد ليكسيتاسيون اللي راهو فيها سي با بالليلي كونكوني، راك شايف كيفاش؟ وعنده ورقه ثانيك مهمه يلعبها مع فريق الوطني، على كيما قلت انت عنده احصائيات خرافيه بالليلي. صحيح. في البطوله الوطنيه. دونك كي تجي تحسب 18 هدف في 19 مباراه و13 تمريره حاسمه، ممكن يكون تري ديسيزيف. ونحبوا ولا نكرهوا ستادير لا ريوسي تاع المولود ديال اليوم، تاع المولود ديال اليوم لا دوا بوكو اللعب بالليلي. صحيح. حب من حب وكره من كره، بصح في لو كومبورتمون يفو كي سوا ان اكزومبل كيما كان يقول هشام. كون تي بران سعيود ولا ان جابو سي دي جون شغل ما تقدرش انت تسبو، باسكو هو ال تانسبير الاحترام، شغل يتوبليج باش تحترمه. دونك بالليلي حنا نعرفوا هو ثاني ما الذي يدفع يوسف بليلي للتعامل بهذه الطريقه مع الحكام، لانها ليست المره الاولى. لا صديق انا نشوف، علاش انا قلت لك يلزم له ان بريباراتور مونطال، يفو كيل سو بريبار قبل ما يدخل المقابله سور لو بلو مونطال. الامر الثاني للاهتمام يا خالد ديكي ماشيا هشام بوعود سعيد كناوي هو انه الاحتجاجات عادة نشوفوها في شوط المباراة الثاني في الربع ساعة الأخير عندما تحتدم المواجهة، يعني المواجهة تكون صعبة بين الناديين، لكن عين غير تبدأ المواجهة يحتاج يوسف بليلي. بتات عبا كما يقول لك دي فوا بتات سور لو بلون فيزيك لي با بري، هذا الامر هذا يخليه بتات يحتاج، باسكو ان سارتان مومون الشيخ بتات يقول لك دي فوا كونت ان جوار يكون ناقص فريمون ان تي بو سور لو بلون فيزيك يولي شغل يميتريس با. يمكن ايضا يوسف بليلي يحب يفوز يتحدث مع الحكم وهذا امر عادي. لا علاش انا قلت لك يلزم ان بريباراتور مونطال، بيان سور تحب تفوز مي بصح ما لازمش تخرج صحابك. شفنا لو كومبورتمون تاعو مع القائد الفريق عبد اللاوي، سارتا مومون لو كان عبد اللاوي ما تحكمش في الاعصاب تاعو في الاعصاب تاعو كابابل كان تشعل بيناتهم. دوك انت يجيك كابيتان ديكيب تاعك اللي هو قائد الفريق باش يسي جوستومون باش يسي يكالميك دفعو هكذا كابابل، هو كان يراجي دون فاسون واش مليحه. على كل حال عبد اللاوي روزمون كي صدر الى بارياجي، هذا الامر هذا يخليه يقلع يكريي بتاتر واحد حساسيه ماشي حساسيه نو صدر شغل مام يدير بريسيون علي جوا على صحابه بلا ما يرد باله يعني. نعم سعيد كناوي انا شوف والله غنشوف من منظور واحد اخر تعرفني الاخر تاعي. انا مانيش راح نجرح لجنه الانضباط ولا، ولكن عندها اون بار دو ريسبونسابيلتي في الكومبورتمون تاع بالليلي، لان في القانون في كره القدم كاين الردع اللي هي سي لا سسبونسيون، اللاعب تربيه بالردع او يعني بطرق ثانيه اللي ترجع اللاعب. ناخذوا المشكل تاع بليلي. بليلي ياخذ ان سيرسي وياخذ دو ماتش بلس 3 ماتش سيرسي. المباراه اللي بعدها مباشره يحتاجوا يعطوا له انذار. وين وراه السيرسي؟ وين لجنه الانضباط؟ كاسكالا في لجنه الانضباط بالليلي هذا لاعب. سعيد كناوي تتحدثون عن يوسف بليلي وكانه اللاعب الوحيد في البطوله الوطنيه الذي يحتاج على قرارات. لا 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 استنى ابراهيم، لا لا اسمح لي. لاعبين اخرين يحتجون ايضا على قرارات التحكيم، لماذا لا يكون الضغط عليهم عندما يحتجون؟ يا ابراهيم الضغط على يوسف بليلي. الله يرحم والديك، خليني ما جاتش غير في الاحتجاج. انا جاي انا جاي تفضل. انا الكلام اللي نقولوه الناس كل شهدته، يدي كارطون المفروض تطبيق القانون ما طبق حتى شيء. بالليلي سي ان جوار يعرف ويعرف القوانين، ما خذا حتى شيء. بالليلي يخرج اقراف قراف قراف وما يتقبلها حتى جزائري، وما نقبلوهاش اخلاقيا، وما نقبلوهاش رياضيا. تو في ان جيست اوبسان وين لا كاميرا تاخذك و45 مليون جزائري خارج، تو في ان جيست اوبسان بور لو بوبليك والجزائريين كلها شافوه. اين هي لجنه الانضباط؟ واش دارت؟ بالليلي هنا خلاوه يزيد يتمادى. لا تعاقب يوسف بليلي بعد مباراه وفاق سطيف. تعاقب ابراهيم وي ماتش جاست اوبسان عندك ثمان مباريات ما عرف القانون. اي عقوبه؟ نزيد جابوا له ان اربيت انترناسيونال. يعني سعيد كناوي يقول بانه لجنه الانضباط تتساهل مع يوسف بليلي 100% اكيد. هذه الارقام اللي تتكلم. زيد
نلحقوا جابوا اربيتر انترناسيونال احتج، جابوا ان اربيت جون جاي احتج، جابوا بنت كما قال لك هشام اللي فرحنا كنا ونشجعوها وان شاء الله تنجح ان شاء الله وان شاء الله تكون في المستقبل، يعني لان شجاعه باش بور اربيتري في الجزائر لازم تكون راجل، راجل موش كي نقول راجل موش راجل راجل مرات تقدر تكون راجل وهذه راجل. بارك الله فيها يا اخي، حب الحق وين حب صاحبه ولا عندها دي غارد كار غارد كور يغطيو عليها، حب يلحق لها يغطيو عليها، والجزائريين كلهم يشوفوا، الطفل نتاع 10 سنين اللي يلعب كره القدم يشوف، والكهل يشوف، والعجوز تشوف، والدنيا الكل تشوف. بعد زيد تجبد من يدها الكاميرا كما تخبي لك والو، سي تان كومبورتمون اللي ما يشرفش المولوديه. المولوديه وانا نعرف المولوديه، احنا ولاد الشعب. المولوديه سي تان غران كلوب، واللي عنده اللي نعرف المناصرين نتاعو سي دي جون والله العظيم ناس مير، ناس نتاع همه، ناس نتاع مستوى. والبوبليك نتاع المولوديه والله العظيم ما هو راضي، هادو كان شويه كيما ذباب اللي يدوروا يتكلموا بالليلي بالليلي، مي اغلبيه المناصرين نتاع المولوديه ماهوش عاجبهم الكومبورتمون نتاع بالليلي. يا اخي المولوديه تدي الشامبيونا، والمولوديه تستاهل دي شامبيونا باسكو سي لا ميور ايكيب، ماهيش بالليلي ومن غير بالليلي. وهناك لاعب سابق هو مصطفى مازا نحييه به المناسبه، لم يعجبه تصرف أكيد. يوسف بليلي هو لاعب سابق في مولودية الجزائر، يعرف وشاف ولعب مع لاعبين كبار في فريق كبير بحجم مولودية الجزائر، راهي مد صورة سوداء للكرة الجزائرية وللشاب الجزائري. ماني قلت لك واش يقول الطفل هذاك اللي يلعب فوتبول وشوف كومبورتمون تاع بالليلي اي وي ني با سانكسيوني. اليوم كل الصحف العالمية تكلمت عن الحادثة هذه. أي صحف عالمية؟ كل الصحف. أي صحف عالمية؟ ار ام سي، كل عالمية، أعطي لي الإيطالية. الإيطالية، الإسبانية. كل تكلموا. أي صحف عالمية؟ أنا نقدر تتحدث عن وسائل الإعلام الفرنسية. وسائل الإعلام الفرنسية، التونسية، المغربية، الجزائرية، كل لا هذو كامل غلطين. الناس هذه كامل تشوفها نورمال، غير أنت تشوفها صحيح. زيد واحد النقطة مهمة إبراهيم نسيت ما تكلمتش عليها. لا لا أنا مانيش نشوفها صحيح. الدوباج. أنا نطرح عليك سؤال. إبراهيم الدوباج. وراني نحلل. عامين. عندهم عامين ملي نحاو الكونترول اونتي دوباج، علاش علاش تنحى؟ انا ما نظنش ان يكون بعض اللاعبين في الميدان نقصد ان في ممكن بعض اللاعبين او سي با ما همش ملائكه، نسبه كبيره من اللاعبين، نسبه كبيره من اللاعبين اليوم راهم يدخلوا ممكن يتاخذون بنشيطات ونشيطات ويتهم خطير ساعه. بيان سور انا نقول لك خطير، انا نقول لك غير مؤسس، لازم ترجع الكونترول اونتي دوباج. يا دي كومبورتمون سور لو تيران اللي اللاعب سي با نورمال، ماهيش من طبيعته كما قال لك هشام سارتان جوار هم بو نو با سيتي دو نو الكومبورتمون تاعهم ماهوش كومبورتمون دان جوار فوتبول ولا دان سبورتيف، سي اونتي سبورتيف. لازم يرجعوا على الاقل على الاقل لاعبين يولي يخافوا. اخي دخلت في دي سينما نتاع داخل الملعب امام 40,000 و50,000 وامام الملايين، هذه غير مسموح بها. هذا كلام خطير يا سعيد يا كناوي، ماهوش خطير، ويجب هذا الواقع، ويجب ان يكون مؤسس باش تخوض فيه. هشام هذا هو الشيء اللي كنت رايح نقول لك. انت ايضا هشام بوعود، انا والله العظيم غير نقول لك اللجنه الطبيه لازم تعاود تقلب الكونترول اونتي دوباج للفوتبول الجيريا، سينو والله راح الفوتبول والله. واش رانا نشوفوا المعلومه هذا الاسبوع يرجع والله، لازم يرجع هذا الاسبوع، لازم يرجع والله. نسبه كبيره من اللاعبين والله ما راهم قدقد. ايش لوجيك؟ ماذا تقصد بالتحديد؟ انا نشوفوا في تصرفات تاع بعض اللاعبين، يعني نسبه كبيره من اللاعبين ما راناش نشوفوا فيهم لاعبين اللي او بكري على بالك معناتها انا طلعت ولا جوار فوتبول. الناس تمد به المثل، هذاك هو الانسان العاقل، الانسان البوزي، هذه مرة مفوضة كل راهي في المستوى. واش طالع الدوباج مديور باش يرفع المستوى تاع اللاعبين؟ حنا اللاعبين تاعنا المستوى، لا كاين دوباج من دوباج لهم الدوباج، كاين دوباج من دوباج ناس تاعدير شو كاين دوباج اللي راهو راح كيما قلت تاي نشطك باش. لا هشام هشام نتحدث ب كاين دوباج اللي راح يديك العالم الاخر. هشام نتحدث بواقعيه وبمصداقيه، لكي نتحدث عن امر كهذا كالامر اللي تحدث عليه سعيد كناوي والامر اللي تحدث عليه هشام بوعود، يجب ان تكون عندكما معلومات مؤسسه ومؤكد، لانه امر خطير. ما في بالك انا والجمهوريه ما قلناش تعطاو المعلومات هذو، المعلومات هذو قلنا الكونترول ما قلناش تعطاو هذو، ما شفناهمش تعطاو، شوفوا لي ريزولتا. لكن عندما تقول بانه لكن عندما تقول سعيد كناوي هشام بوعود نعم. بانه هناك تصرفات فوق ارضيه الميدان فيها وعليها، ماذا تقصدان؟ نعم 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 فيها، فيه تصرفات، تصرفات داخل الملعب ماهيش طبيعيه. لما نشوف مباراه شباب بلوزداد مع وفاق سطيف الشيء هذاك اللي لا ماهيش طبيعيه،
اللعاب وين يتحكم في نفسه، أربعة ولا خمس لاعبين يجبدوا فيك ويتكلموا معك وانت دخلت الدابز مع لاعب، سي با نورمال يا شيخ. راي في كل المباريات، راي كل المباريات الهامه والغير هامه، اللاعبين تشوفهم تحس باللي انت هذاك المباراه راه نهائي كاس عالم، ويا نورمالمون ماشي هكذا، ماشي هكذا. ورانا شفنا في النوادي الاوروبيه، شفنا في كلش، قد ما تكون قيمه تاع الكاس ولا الحاجه اللي راهم يلعبوا عليها، قد ما تشوف اللاعبين يقدموا في المردود الفني ماشي في المردود الغير اخلاقي. رانا نشوفوا المشاكل اللي راهي صايره بارتو. هشام على بالك شامبيون كامل، انت هذاك كنت مسير في فريق وفاق سطيف، وعلى بالك باللي احنا اون جينيرال ديريجون تاعنا يكونديسيونيو لو بايمون تاع لي جوار بارابور ريزولتا، وهذا الامر هذا يخلي اللاعب تكون عنده اون بريسيون سوبليمونتير. حنا تاع سيور انتم ما درتوه، قال خويا عندك هذا الماتش تربح تخلص، ما تربحش ما تخلصش. دونك هذا الامر ايماجين انت دير راك في بلاصه لاعب، كيفاش بصح انا ما نقولوش شكون اللي يضرب بزاف هو اللي يدي لي صالير تاعو. ما نقولوش انا راه طيح ودير هكذا للبيبليك. انا ثاني لاعب في وفاق سطيف ودار المباراه السابقه مع شباب الوزاد انا في الجزائر، سي با نورمال. كيفاش انت تلعب تحمل قميص كبير كيما نادي وفاق سطيف باش تروح دير لقطه غير اخلاقيه للبيبليك؟ ماكش انت اللي دير حاجه كي هذه سي محمد. مالا المناصر واش نقولوا عليه؟ كيعود اللاعب يدير هذا الشيء، المناصر واش يدير؟ المناصر اللي مكون ما وسالك عليها ما حتى حاجه، ومسكين يجي ناصر ويجي في المطر وشتا وفي كذا، وانت تجي من اللاعب في الميدان تدي فيها كرون سالير باش تروح دير جاست كيما نقول. هذا الامر الايجابي فيما قلتما هشام بعد اللحظه، من فضلك سعود اليك دوك نولي لك ما تقلقش. الامر الايجابي اللي قالوا هشام وسعيد كناوي هي ربما اقتراح عوده التحاليل الطبيه لتكون هناك نتائج في البطوله الوطنيه اكثر واقعيه وعندها مصداقيه لكل الانديه. هذا امر ايجابي طبيعه الحال، هذا امر ايجابي، لكن لن نتهم اي طرف بطبيعه الحال ولا سلوك اي طرف ولا سلوك اي لاعب فوق ارضيه الميدان. تفضل خالد كيماش. انا بالنسبه لي لو بروفيسيوناليزم ديال جوار يبدا في لو سون دو فورماسيون. دونك tu n'as pas de centre de formation جوار ما تقدريش تربيه انت 23 ans 24 ans 25 ans توري له الكومبورتمون تاعو. دونك ان سيرتان مومون لي برينسيپ دو باز ياخذهم اللاعب كيما قلت لك انا في لو سون دو فورماسيون. دونك سي اون فو كوريجي لي شوز سي ا بارتير دي سون دو فورماسيون باش نقدروا نسقموا الكره الجزائريه تاعنا. صحيح، وهذا هو الهدف، رفع مستوى كرة القدم الجزائرية. نفتح قوس بخصوص أيضا معاقبة مولودية الجزائر بقيمة 100 مليون سنتيم بسبب استعمال الألعاب النارية. نفس العقوبة كانت أيضا لفريق شباب بالوزداد، وأيضا استدعاء مهدي رابحي للمثول أمام لجنة الانضباط بسبب تلقي شباب الوزداد 4 إنذارات، تحطيم الكراسي واستعمال أيضا الألعاب النارية. هذه هي ربما العقوبات بشكل عام للجنة الانضباط التابعة للرابطة الوطنية لكرة القدم. مشاهدينا الأعزاء فاصل ثم نواصل. مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم من جديد. تجذبنا الآن مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، تلعب في نفس توقيت هذا البرنامج. هذه المباراة كانت أطول لأنها يعني ذهبت للأشواط الإضافية، والآن ركلات الترجيح التي سترجح الكفة للريال أو للسيتي، للحارس إيدرسون أو للحارس الثاني لريال مدريد. لو كان الحارس الأساسي اللي هو تعرض لإصابة كورتوا، هو كان راح يكون الحارس الثالث، باسكو فريق ريال مدريد جابوا الحارس الثاني. هل الحارس الثاني يا خالد ديكيماش سيؤهل ريال مدريد اليوم؟ على كل حال واسا مستوى يعني في المستوى، انا نظن باللي الفريق اللي راح يفوز بهذه المقابله ولا راح يفوز بلا شامبيونز ليغ سايتي في لو دو ديال سيزون كانت المنافسه ما بيناتهم، والفريق اللي فاز هو اللي كان فاز بال نتابع ونترقب ركلة ترجيح الريال ونواصل الحديث عن البطولة الوطنية. لدينا تصريح أمين مسلوق عضو المكتب الفيدرالي مكلف بتسيير الرابطة الوطنية خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي جرت صباح اليوم بالمصادقة على التقريرين المالي والأدبي، والتي تحدث فيها عن تقنية الفار ستكون حاضرة الموسم القادم في البطولة الوطنية. نستمع لهذا التصريح. الجمعية العادية العامة شفنا فيهم التقارير المالي والأدبي لسنة 23، الحمد لله كان نقاش ثري مع رؤساء الأندية هم مشكورين، قيمنا يعني مرحلة ما يخفلكمش مرحلة تسيير من طرف مكتب المكلف بتسيير الرابطة بدأ في شهر أكتوبر،
يعني قيمنا مرحلة 3 أشهر شفنا الأمور الإيجابية، ويعني كانت هناك عدة اقتراحات لل يعني الموسم المقبل من ناحية التنظيمية، من ناحية الإجراءات، من ناحية أيضا قانون العقوبات. تكلمنا على كل هذا، تكلمنا أيضا على تقنية الفار اللي حتكون إن شاء الله في الموسم المقبل، كما يكون في علمكم كانت فيه مناقصة دولية لخلاص الأجل تاعها 8 أبريل، وكانت هناك شركتين يعني اللي قدمت الطلب. إذن طمنا يعني رؤساء الأندية باش حيكون تقنية الفار حاضرة في البطولة تاعنا إن شاء الله. هذا حيكون حافز، وأكيد حيرفع من مستوى التحكيمي ومستوى التقني البطولة بصفة عامة. تقنية الفار ستكون حاضرة بداية من الموسم المقبل في البطولة الوطنية. معليش نتحدث عن البطولة وتصريحات مسلوق، ونتحدث عن ركلة الترجيح. سجل خوليان الفاراز للسيتي، ضيع لوكا مودريتش للريال، ضيع أيضا برناردو سيلفا من جانب مانشستر سيتي. نترقب الركلة الثانية لريال مدريد. الفار ستكون حاضرة يا سعيد كناوي الموسم القادم إن شاء الله. إن شاء الله هذه راح ترجع بالجانب الإيجابي أكيد للبطولة الوطنية. ماذا عن الملاعب الصغيره؟ كما قال فيها وعليها راح يكون فيها واحد كاين شي ملاعب ما تقدرش ميم با دير اون ترانسميسيون اون ديريكت تاع مقابله. كيفاش اي سمعت فولي شاك اكسيون يحكم الاربيت يقول له روح للفار، ثاني راح يكون مشكل. دونك يبقى مشكل اخلاقي. اتحدث بما انني كنت حاضر في يعني مقر السيريا، عندهم مقر السيريا وفي الطابق الثاني عندهم كل الاجهزه. على بالي شوف في فرنسا لا رو ترانسميسيون دا ماتش يلزم لك مينيموم 30 كاميرا من غير الفار. يعني الفار يزم لك وقيلة 6 أو 7 كاميرات غير تاع الفار. 29 كاميرا في إيطاليا في الملعب. أنا على بالي فرنسا 30 خلال كاميرا. تقنية الفار والتقنية الفار يعني في إيطاليا ما يديروش الفار داخل الملاعب. في إيطاليا عندهم مقر الرابطة موجود بمدينة مونزا، الفريق اللي صعد هذا الموسم عندهم الطابق الأول هو مقر الرابطة ليغا سيريا، عندهم الطابق الثاني هو يعني للتركيب وكل الكاميرات والأمور الخاصة بالجرافيزم والأمور الخاصة بالفار. 28 كاميرا يشرف عليها أكثر من 40 شخص خلال المواجهة عندما تلعب، مزودة بتقنية الألياف البصرية الأنترنت. كل المواجهات من كل الملاعب في إيطاليا تحول إلى مقر الرابطة. يضيع فريق سيتي. سجل لريال مدريد جود بيلينغهام، ضيع لمانشستر سيتي ماتيو كوفاسيتش، سجل لريال مدريد لوكاس فاسكيز. يعني مانشستر سيتي في ورطة. نواصل تصريح آخر للمكلف بتسيير شؤون الرابطة مسلوك، تحدث عن نهاية الموسم الكروي وقال أنه ستكون مطلع شهر جوان. طلع شهر جوان هو بالنسبة لنا لهدف واحد، هو يعني نخلو الفرق في أريحية من حيث الانتدابات، خاصة الفرق اللي راح تكون متأهلة للمنافسة الإفريقية الموسم المقبل. حيكون يعني فترة الانتدابات من 31 جوان، هذا حيسمح لهم يعني يكونوا يعني يحضروا مليح وينتدبوا مليح، وحيجيب يعني الموسم المقبل نقدروا يعني ننطلقوا في البطولة بصفة عادية. كان هذا تصريح المكلف بشؤون تسيير الرابطة أمين مسلوق، تحدث عن نهاية الموسم. وعندما نقول نهاية موسم الرابطة المحترفة الأولى أصبح يعني كابوسا في السنوات الماضية، ونتذكر متى انتهت البطولة الوطنية بتاريخ 15 جويلية الموسم الماضي. سجل لريال مدريد ناتشو المدافع، وسيتي الآن في ورطة. إذا ضيع السيتي يتأهل ريال مدريد، إذا سجل السيتي وسجل الريال تتأهل الريال. يعني مطالب السيتي بالتسجيل وتضييع الركلة الخاصة بريال مدريد. ما عرفتش إلا نواصلوا في البرنامج ولا نواصلوا ونبقوا مع ركلات الترجيح الخاصة بمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، هذه المواجهة الجارية حاليا ربع نهائي دوري
أبطال أوروبا. فترة التحويلات الصيفية ستكون أيضا المشاهدين من الفاتح جوان لغاية 31 من نفس الشهر. موضوع آخر مشاهدين يخص التقني الجزائري والمدير الفني الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، كان في زيارة لعديد الأندية الجزائرية منذ أسبوع، يقف يشاهد يتابع الأمور الخاصة بالأندية باللاعبين المحليين أين يتدربون، كيف يعني يسجلون أو كيف يعني يقومون بتحضيراتهم للموسم الكروي. زار أندية بلدية وهران، أندية جمعية تشلف، نادي بارادو، شباب قسنطينة اليوم، شبيبة الصورة أيضا، ومبرمج أيضا زيارات أخرى لأندية جزائرية. قالها فلاديمير فيتكوفيتش في أول ندوة صحفية، قال سأزور كل الأندية واقف على تحضيرات اللاعبين المحليين هناك. خالد كيماش، أظن باللي هذا فريمو أمر مهم وشون بون إنيسياتيف من الداخل الوطني. هذا الأمر هذا راح يخلي يحفز اللاعبين في البطولة الوطنية، راح يعطيهم أن إسبوار باللي كان ممكن ناخب راه يتبعهم، وماشي أن سارتامون باسكو مع الناخب السابق شفنا باللي براتيكمون لا في براتيكمون أوكين ريلاسيون مع لي كلوب ولا مع المدربين. هذا الأمر هذا الأمر أظن شيء مهم جدا بالنسبة للبطولة الوطنية تاعنا الأخ إبراهيم. أمر مهم جدا بالنسبة للبطولة الوطنية بطبيعة الحال، وريال مدريد يتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إزاحته لمانشستر سيتي وثأر منه بعد هزيمة الموسم الماضي. بسرعة زيارة بيتكوفيتش الأندية 30 ثانية. أظنها شيء إيجابي، وهذا وش تمنين إحنا من الناخب الوطني لجيل الجزائر، لازم يكون قريب من البطولة الوطنية الجزائرية حتى يرفع من المستوى تاعها، حتى المدربين يعطيوه الفكر الجزائري، يعطيوه فكر اللاعب الجزائري، وهو ثاني يعطيهم الأفكار تاعو واش راهو حاب يدير في المنتخب الجزائري. هكذا كيكون كاين تواصل ما بيناتهم، الفائده لما راح تكون الكره القدم الجزائري. وتابع امس مباراة شباب بلوزداد ونادي بارادو، سعيد كناوي حاضر بيتكوفيتش في التدريبات في الأندية في المباريات، دولا فورم ما شاء الله الفاتي زور للفرق، ولكن يبقى ثاني المضمون إذا كان في برنامج معين لي بور ديفلوبي الفوتبول الجزائري اترافير لي زونترينور اللي موجودين في الأندية في وتوحيد المناهج، الله يبارك. إذا كان نزوره باش قالها وراح ومشى عكس المدرب اللي فات تكون شكلية، احنا ما انا نظن ان شاء الله يكون فيها تكون سيكون في صيف، ما نحكموش على الشيء حتى المستقبل ان شاء الله. ويوم غد سيكون فلاديمير بيتكوفيتش حاضرا في تدريبات فريق وفاق سطيف. قبل ان نختم مشاهدينا الاعزاء، نقدم تعازينا للعائلة والأسرة الإعلامية بعد وفاة المعلق الرياضي السابق للتلفزيون الجزائري محمد مرزوقي. بهذا المصاب الجلالة نتقدم بتعازينا الخالصة لأسرة الفقيد، إن لله وإنا إليه رجوع. سعيد كناوي شكرا جزيلا لك، يعطيك العافية، بارك الله فيك على كل ما قدمته لنا اليوم في هذا البرنامج. بارك الله فيك أخي إبراهيم، وشكرا على وسعة كيفاش نقول كنت يعني صح مرة كان هشام مرة يحب بيكينا سعيد كناوي، يعطيك العافية، بارك الله فيك، شكرا. الذي زارنا من ولاية السطيف صاحب المصداقية، شكرا لك. الذي زارك من ولاية السطيف هو خريج الجامعة الجزائرية اختصاص الرياضة، تقني سامي في الرياضة، إطار بمديرة الشباب والرياضة لولاية الجزائر العاصمة، ما شاء الله. لاعب سابق لنادي وفاق سطيف، لعبت مع جابو قالوا لي نعم، لاعب سابق وفاق سطيف، لعبت حتى في المنتخب للأصناف الدنيا، مسير سابق في وفاق سطيف، مدير رياضي، رئيس نادي اتحاد سطيف، تسمى راه مدرج على كل الفئات يعني الكروية اللي كاينة في الجزائر. عندك خطة تاع مدافع؟ لا علاش نلعب وخلاص، يعني كان الغارديان دي بيتيس. المهم نلعب. حبيت نقول لك باللي قلت لي انت كاين بعض من الاشخاص راهم يقولوا لك لماذا هشام بوعود هشام بوعود، نعرف نقول كلمتين ولا ثلاثه ونقول لهم ديريكت ما نتخباش، الحمد لله ربي كمل لنا هكذا. يعطيكم الصحه، نشكرك. عندي اهداء بسيط للاخ الصديق الغالي عبد الجليل بو حفص لعيد ميلاده، نتمنى له ان شاء الله 100 سنه ان شاء الله. نحييه بالمناسبه، وعندما اراك يا هشام بوعود نتفكر الرئيس عبد الحكيم سرار. نحييه بالمناسبة عبد الحكيم سرار، يعطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا. مسرور كي يكون معك اخ، دائما مسرور كي يكون معك ومع الشيخ سيرتو. اليوم طرطق لنا بوبا على بالك يا ابراهيم، والله بارك الله فيك. عندي شوف عندي بنت اختي تزوج لو 20 ان شاء الله، لو 20 ان شاء الله هذا تروح عروسه ان شاء الله، سنو سراج دانت ان شاء الله
كل خير ان شاء الله ودريه صالحه ان شاء الله ان شاء الله زود سعيد ان شاء الله كل شيء مبروك سعيد كنا والدي كيما يعطيك العافيه بارك الله فيك هشام بوعود مشاهدينا الاعزاء شكرا على طيب الاصغاء والمتابعه ابقوا اوفياء لبرامج شروق نيوز والبرامج الرياضيه بالاخص السلام عليكم.